النهارده العراق يحتفل ومعه العالم العربي كله، والعالم الحقيقه يحتفل بنصر الموصل واستعاده الموصل ثاني اكبر المدن العراقيه للعراق بعد احتلال داعش له لثلاث سنوات. معركه الموصل اخذت 9 أشهر كاملة. النهاردة العراق أعلن رفع علمه على محافظة الموصل. بالحقيقة أن الموصل يعني بياخدها العراق أو بيستعيدها العراق والجيش العراقي بمساعدات طبعا، سواء من قوات التحالف الأمريكية التي تقودها الولايات المتحدة أو من قوات الحشد الشيعية أو من القوات الكردية. كل دول تعاونوا مع الجيش العراقي لاستعادة الموصل مرة أخرى، ودي هزيمة مهمة جدا لقوات داعش. ليه يعني؟ يعني طبعا احنا بنحيي الشعب العراقي وبنحيي الجيش العراقي وبنساندهم وسعداء طبعا باستعاده تنظيم داعش الارهابي في ايدي القوات العراقيه مع انهيار اخر تحصيناته في مدينه الموصل القديمه. بالعالم العراقي يحتفل الجنود بتحقيق النصر على داعش ويتوعدونه بالملاحقه اينما كان. لازم نهنئ اشقائنا في العراق، أشقائنا في دولة العراق الشقيقة، كل التهنئة ليكم، مبروك تحرير الموصل. تم تحرير الموصل النهاردة، أكبر موقع كان مستولي عليه تنظيم داعش بقاله 3 سنين تم تحريرها النهاردة، ونزلوا العراقيين في الشوارع يحتفلوا مع جيشهم مع شرطتهم مع العبادي رئيس الحكومة وزير الدفاع، نزلوا زي ما قدام حضراتكم يحتفل الشعب العراقي. مليون مبروك، بنهنيكم إنكم النهاردة انتصرتوا على تنتصر العراق اليوم وتحرر العراق اليوم الموصل. وحيدر العبادي قدام حضراتكم اهو نزل الشوارع ويحتفل معاهم ويحييهم ويبوسهم ويهني، وهيقول كلمة النهاردة يعلن فيها تحرير الكامل للموصل. تم تحرير الموصل من داعش.